هي ضمن التقارير عندنا منظمات الغذاء 2017 الفاو قالت إنه متوسط استهلاك الفرد السوداني أو استهلاك الفرد العالمي من البيض المائدة هو المفروض 186 بيضة سنويا. فلما منظمات الغذاء طلعت إنه في السودان بس 20 بيضة سنويا، ولأنه في رغم المفروض يكون 186، ولأنه إحنا في السودان العمود الفقري بتاع البيض المائدة كان الحازات الصغيرة، كان ضروري إحنا نفعل دولة دعم الأسرة المنتجة ونعمل المشروع ده.